بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. من بعد، ربيعة بن كعب وصحابي أخرتني سدحاب وليريد أبا ربيعة بن كعب في العبادة ليحظى بمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما حظي بخدمته وصحبته في الدنيا. إن كان ربيعة لله هاي على كبكتي عبادة شو المرون وقول إيشو إنه نبيك ومرافق لما قضاه جنة الأحذية سيدي بركو جوجبا خدمة ديسة هي سحابي نما ديسة ومكة وليبان. هذا كي سيقول ديني إنه قال ربيعة بن كعب الصغر والرمل والعين، كنت فتى حديث السن وحانها ولي بن يراء، لما أشرقت نفسي بنور الإيمان، مركي نفس الدين أي لا إفتي نور كإيمانك، وامتلأ فؤادي بمعاني الإسلام، لا تيدون إلا بحسنتي إسلام كإيماني دوحن بارسين. ولما اكتحلت عيناي بمرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة، ملكي يقول ريسي أو إنه يكون إنه كوشان أركتاك النبي صلى الله عليه وسلم أو صائم لها نصارا، أحببته حبا ملك علي كل جارحة من جوارحه من جوارحه وحان جعل هذا بيه جعيل جركي ونبا ساقي أو حبم وقبا حبنه جركي كمدة كنت قيب مركا سامي وكسب جاري وولعت به لم ولا عن صرفني عن كل ما عداه. هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قلبي يقول درجة هير أن محفر بضعنك كسجست وحن رسولك أين بي المقد، يعني معنى ولا شيء ضرم واحد نقاط رسولك صلى الله عليه وسلم. فقلت في نفسي ذات يوم ما لبوح عن السويدية، ويحك يا ربيعة لا تجرد نفسك لخدمة، لما لا تجرد نفسك لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وربيع وقلبون حريستئه هذا هذا رجي بروح الحيدني هذا وجود يرقرابين النبي صلى الله عليه وسلم خدمة ديس، يعني متجرد لها حد ونقوم بالقف مركة ونردك تي ويدا مويانا شقاك أنا مركة أشوي جيني أعرض نفسك عليه بسيس ويديني مركة نبي يقول صبا ديك، فإن رضي بك سعدت بقربه وفزت بحبه. حدي نبي يقول راضي وكان مقدرا واتا كل بانتي إن أكتي سيستاكتي دابا جوكتي نبي صلى الله عليه وسلم جعل كيسا ودهلسا وحظيت بخيري الدنيا والآخرة الدنيا آخرة من خير كيسا ودهلسا. ثم ما لبث مركي فكرة داسو أيرونتي وصول أرتي حبك مسو وريجين أن عرضت نفسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي سبب بيقول تلي ورجوته أن يقبلني في خدمتي، وحنا كطل بي إن ونبي صلى الله عليه وسلم خادم قد نكتب أنو خدمي، فلم يخيب رجائي ورضي بي أن أكون خادما له. الله إله النبي صلى الله عليه وسلم رجلي لي تاع مانو هوجينو إلى أقبلي راضي بحق النقض إن خادم النقض. فصرت منذ ذلك اليوم ألزم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم من ظله لا قبل مالك نبي الساعة، يعني لازمي إنك بدن إنت هركيس ودبجوجو وفي هركيس كلام حرام هرب من المغضب من النبي صلى الله عليه وسلم كهل ولا سيهوس كيس ودبجوجو وكذا. أسير معه أينما سار ما أشو الصعدان والنبي وأدور في فلكه كيفما دار هل كأكوري أم أكوري، يعني الشقاء النبي أهين ما أنا قام به ألقاسو فارس وفديه ألقاسو إشتاق وإشتاق النبي قام بحي وكذا بحر. فلما رمى بطرفه مرة نحوي إلي فما رمى بطرفه مرة نحوي إلا مثلت واقفا بين يديه هديبة إلى عدم النبي صلى الله عليه وسلم لم كي يصام العصر ومر هدوبة صار له مال ولا آذو أنا تاجب وبعكي تاجب، يعني معنى نبي محمد كاتب بدون مقاب وقود الصندوق معالي وقود الصندوق مويس وقود الصندوق. وما تسوف لحاجة من حاجتي إلا وجدني مسرعا في قضائها،
markasuu nabiga sal alay wasalam uu u baahdo dan danihiisa ka mid in loo fuliyan markiibaaba ay kan sidii ay tahay aan u fulin waa degdegaya. وكنت أخدمه نهاره كله ما لي في وقت النساء المشتقين. فإذا انقضى النهار وصلى العشاء الأخيرة وآوى إلى بيته أهم بالإنصراف مركي النبي صلى الله عليه وسلم ومرك مالك مركو دمارو وصلاة عشاء وتكره وأنه صلى النبي يقول فراش كيسي وتقي يقول كيسي وكحراضي أهم بالإنصراف مركز كفة كراب لأن ما يشعى أن كيبنا دوب الله. لكن markuu is yeelo dhaqaaq khalaas waata nabigood u khidmaysay waqtuuna sallaha baa la gaaray hakaa hurda markaan is yiraahdo laakinii maa albath an aqula fi nafsi ila ayna tamdi ya rabiic haddana markii baa soo kale u fireynaya waxaan isweydiinaya war rabiicu halkee ku socotaa falacallaha tacridu lirasuuli illahi sal lay sl xaajatu fi lleyl wa intaasoo nebiga habeenkii dan u baahdo haddaadaad meesha ka tegtay oo nebigaa marka u bixi doona hawshiisiya gudan doona haddaba wuxuu ka hadlayaa وأصعد الدم النبي صلى الله عليه وسلم الهرطي فأجلس على بابي ولا أتحول عن عتبة بيتي هل كاس الباب كان فريسا بلغنان ما أن كان دقاق النبي صلى الله عليه وسلم درسين كيس هل كاس فريسا ما لهم دقاق دائما كان مرة وأني مالي كينا خدمة أتاقون سيربس كلا إجمالي هل كينا قام كهي اسكر ربي ونبي إلى هذه يعني الرس لي ساعة ساعة لها كمدة وأنتو سنبي انتو صوت وصدان وبعض إذا النبي صلى الله عليه وسلم حاسس لي dantiisa la oofin karo isaga uu doono qabsan karo haddana ninka kan jacaylka nebiga sal alla alay wasalam markii sida uu tilmaamay hadalka u dhigay ay tahay xubin walba jirkiisa ka mid markuu maaragtay uu darsado macaanka ah nebiga sal alla alay wasalam xubigiisa ah oo dareemi kartaa qofka iyo dhaqankiisa isu bedelay waqad kaana rasuulullah sal alla alay wasalam yaqtacu laylahu qaa'ima yusalli nebiga sal alla alay wasalam habeenkii oo dhanba salaad buu taagnaan jiray buy فربما سمعته يقرأ بفاتحة الكتاب حديث جستينا المقلوب يسوى سورة الفاتحة أقرنية فما يزال يكررها زيعا من الليل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وسوع العلم جري هبينك وحلقيا وقوسين كما دو قوسين نديس اللقيا وصدح دولار دولار دمب إنه فاتحة من أقرية أمر هبينك برتن كيف إنه أقرنية أمر قيب كما يعني معنى سورة الفاتحة النبي قدو الإسلام حتى أملنا فأتركه إلا أن كداله ومركة كدقاقه لأنما نبقى صلى الله عليه وسلم مركة مركة إشي لهذا بابا أوسيح وكا صلاة أوتاقل وفي المركة دالان دقاق يجري أو تغذبني عيناي فأنام أنا أهدرين إلى تحت وماشا سوكل عيو داية وربما سمعته يقول وحن مبلغ المركة كي سوال سمع الله لمن حمد دو أنت أمكلي وقفك مركة واعتدالك أستاقل وأي تهيم عنه إن إله هو مقلعدي ومهن نقضى فما زال يرددها زمنا اطول من ترديده لفاتحه الكتاب. اذا وسوع العنجر ان كبر سوره الفاتحه سوع العنجر بمعنى يعني هضبه مركه تكره هبينك يعني وحا مهمه وحا عاد قنيس انك مع ستي وضمن ايكويا يعني من سوره الفاتحه توقف كسوي حدسين النبي وحا لقيها هبينك انه نصف الليل واذا كان قلب اقل أما ما أفر ساعات هم يكلي يسوع لنا سمع الله لمن حمد لك لي يسوع لنا يبيه مدة سمع الله لمن حمد لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي جوحة عارة واحد مرة أنه ما صنع له أحد معروفا إلا أحب أن يجازيه عليه بما هو أجل منه النبي عارة واحد قفك وانا قصة ما ياي وانا قلعي وحوج على قفك وهو أمال قدر إن كبدا أنت قفك ولي من أمر وح يعني قفك أجعلي وقد أحب أن يجازيني على خدمتي له النبي قال مركا إسنو حج على هذا ما دام أن سيدا أبو خدمين له إنه إسنو مركا أي أمال قدره فأقبل علي ذات يوم وقال أنا مركين إلا ما حسي لنك كان سيدا أذيك كو جلا عن دقاقين وصوتها أذيك أبو خدمين إسنو أي تاي مركين مركا الأبان مريو نبي انتو ايمي بيقول يا ربيعة بن كعب يا ربيعة بن كعب فقلت لبيك يا رسول الله وسعدك ما كان سواك رسول الله يعني اسعادا بعد اسعاد فقال سلني شيئا اعطيك له وهوني ويديس امسيع ربيع وحي ويديس نبي صلى الله عليه وسلم فيه فرويت قليلا ثم قلت ان يبان حوايا فكريك بي ما كان سمعا سين ما كان سمعا لي
أمهلني يا رسول الله لأنظر فيما أطلبه منك. رسول الله بل إير يسوغو الدور بل إيكرو أن كسو فكاري ويحي أن كادل بلها ثم أعلمك كده من أنا كور بيلي حديدة يا جانس كان ويكسونا جادو عرس نبي عرب ديدة رسول الله وقت يسي أن كسو فكاري فقال لا بأس عليه مشكلة ملك حكومة جمهورية. وكنت يومئذ شابا فقيرا لا أهل لي ولا مال ولا سكن وقت جساء حرد أن كجره وحانا هابيرين أن يرى وحبأنا هيسا رير أنا لهين حول أنا لهين ديغاني مالو ديغان أنا لهين. وإنما كنت آوي إلى صفة المسجد مع أمثالي من فقراء المسلمين وحانسا لدعي جريم لسي حان جريم ما شاء الله يقال أما صفة المسجد والمسجد كما كان المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الصفة رجي لقوم رعاب الجري والنبي قد وقت يسي ضع كل المسجد أنت قبسين هكا هالكا بقولي وما شاء الله رشيل لو كان هالكا سيكون كان جري غير ما شاء الله بقولي يا هيبي ما الأكل أنا هذا ما كان معه فربما كنا نترين سيو النبي صلى الله عليه وسلم يقول هون يسي باهيلي سنو شيء الدنيا أو ميتاليستيكا waxaa idin la leeyahay jisuura waxaanu baahanahay in ii guuri waxaanu baahanahay xoolana in ii qoro beeti maal muslim wax la siiyo waxaanu baahanahay guuri la siiyo taas ay jawaabta marka qof ku soo degdegays wa kaana nas uuri halkaas aan siixan jirayo wa kaana nas yidunana bi dhuuf islam dadka waxay noogu yiri jireen martidi islam fa idha ata ahad min muslimin bi sadaqa ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam ba'atha biha kullaha ilayna hadhihi qof muslimin takamila والنبي صدقه كان انا صدقه انه نوك يجي صلى الله عليه وسلم لانه بحي احيا لا تضبط بالوقت يا صدقه مركا مسجد قيب كبير الدكان وهذا مركا تكتان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان محراب كوب بين قيب تضم قيب تابع احد اصحاب الصف هل كان مركا يقول لي كدي كنجري واذا اهدى له احد هديه اخذ منها شيء وجعل باقيتها لنا حديثه هدي الله قيامه إن يربك لها رجل إنت كان إنه قد سيجل صلى الله عليه وسلم هذا النبي صدق هذا مقاطه صدق هذا كله قد بنجر ودي أوساخ الناس لكن مركي هديتها النبي صلى الله عليه وسلم هدية أنا طبعا قفك سيئة وشرفت ويقوك وأنا قاطة مركي يربك لها رجل إنك إنت صحت إنه قد سيجل فحدثتني نفسي أن أضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم خليل الدنيا نفتوحي وشها كي سبيل النبي كما حوالاء الدول دي ستي أغتني به من فقر فقر كان كربحه وأبدو وكان آخرين ذا مال وزوج ولد ضد كان على لب النقض أو من أهل له أو حوال له أو رجال له أو أولاد له محدد كهدول لكن النبي قام مرة كان فرصة أح ربيع ويديسو جانس كان على لبني بعد سنين لكني ما لبثت أن قلت كذب هذا وإسرعيو إن بكمسه وريجل إنت أمير تبا لك يا ربيع خسارة سبناتي ربيع إن الدنيا زائلة فائنة إن الدنيا زائلة فانية الدنيا واتي زول يسوء التجيس كو وإن لك فيها رزقا كفاله الله عز وجل رزق إلهي هو كفالة قادمة كل قرام كان مرضى مسيق دونتي فلا بد لك أن يأتيك واكيك يماد صدى سرى هل قشقشال هل كالوريج واكي يماد والرسول صلى الله عليه وسلم في منزلة عند ربه رسول كسر إله أكتي سميان المكجوغا لا يرد له معها طلب وهو إلهي ويدي سنة لقام الديدو والمسوع علم مرح الدي رسول كان بوسك أو تاريه إلهي مكارب رويا فضل منه أن يسأل الله لك من فضل الآخر رسول كوحد ويدي ستا إلهي كو ويديو آخر يوحي الجلع وفضل يده فطابت نفسي لذلك واسترحت له أرنك أبن سبدي لكو قبول وكدتي كاراً كانت أمتي ويقارتي ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن النبي قوي منه فقال الكويل ما تقول يا ربيعة ربيعة عليه هذه جواب الهج إلا جواب اللي يرسوه أذان مدقى صوت تريبال فقال ليك هذه ربيعة سؤال شيئاً كويل يا أهي بل وحد دون تلك ويديسو جوابتين أكاقا بهانا فقلت يا رسول الله رسول الله عن ريب رسول الله أسألك أن تدعو الله لي
أن يجعلني رفيقا لك في الجنة. إلهي وحدي ودي سأمكلي إن الجنة صاحب ولا صاحبه أو وجنة جرب كاري أنجو إن تاسكلي إلهي ودي. فقال صلى الله عليه وسلم من أوصاك بهذا؟ وأرنك يا أولى تلي يا أولى دردار مكوشي. فقلت لا والله ما أوصاني به أحد عد مركا ولا تلسو ولا دردار تمين جرين. ولكنك حين قلت لي لكن سمركا أدو إتري سلمني أعطيك يودي سأنك شيء حدثتني نفسي أن أسألك شيء من خير الدنيا نفتح حي وش كيسة إن وحون الدنيا وإن كويتشتو ثم ما لبث أن وديت إلى إثار الباقية على الفانية كذب المركي ما نسره أو وحان دور بذي مدي يود الراجيسة إن كهر مريو مدي يود تجيس الدنيا دي. فسألت أن تدعو الله لي وحنك ويدي إن الإله يقبر لي أم بأن أكون رفيقك في الجنة إن الجنة صاحبك ولا نقول. فصمت رسول الله صلاة طويلة نبي مكي جوابتي يا ربيع النبي عبار بو أموسي ثم قال ابن أوى غير ذلك يا ربيع أرن أحكال مية جنة أنت أعاني أنت كريما ويدي. فقلت كلا يا رسول الله فما أعدل بما سألتك شيئا ويحانك ويدي وحان كبد شيء ملا انت بغير بجنت هاي وحان أبر بردو أما أن لسي ماي مجلاني انت من رابس. فقال نبي مكيو حبيب إذن أعني على نفسك بكثرة السجود هذه نشقى لك الربع وحاد أنه يقولك الميساء إن سجود بدست. فجعلت أدأب في العبادة وحمد الله والله يبقى الله مانك النبي سائل قدر دار مي إن آدي قد دار عبادتي حتى لأحظى بمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة سأل النبي صلى الله عليه وسلم جنة صاحبه لم نقضه كما حظيت بخدمتي وصحبتي في الدنيا سيدي أنبا وقل لي باري إن النبي خادمنا أن نقضه الدنيا أن كل صاحبه. طبعا انت هنا نقول بين او انا نقول بين ابس الكلوات الا حرير ربيعة سيدة النبي صلى الله عليه وسلم جعل كيش وحسن لما وحا تاريخ ذاك القرن ضد بضن وصحابة انت اين صار اسلامي كهر النبي صلى الله عليه وسلم حكتا قنا مالي هذه الافق قد وحي الليه وحكا لكم اهمي جرين سيفتوح مرة وقر وحسنان وستي وأن بالله وأنا أشتي وأحكى لما أهل النبي قمر أن أعتقد عن كل دي وأن دي له كذي بحد يجي تمرك وقفت صار إسلامه وإسلام كهلك ويهي بؤذ قلبي وأبارة جركي صدى أنه كساقي إسلام أو ها إسلام يتنتي وإسلام يسو لقيه وإسلام ولقيه وإسلام أدخلوا في السلم كافة إذ نوح من أول إسلام لا فيوني يسو على وفي يدن بأس بدلي مركا ابو النبي صلى الله عليه وسلم قال الله نقنا حيل وإيمان إلا أن أهل الإيمان كأهل الإيمان وأهل الإيمان هم بجعل أذان هل كأهل الكفر وأهل الكفر وأجعل أذان هل كأهل النفاق أهل النفاق أجعل أذان أهل الإيمان كأهل ما شفت كم يزامي كتوحول موقف كاجا قفك تكره أريجا سيدا لسوء أركتان هل كأهل كم يزامي كتا إيمان كأهل كتاجي قفك معلق قلبه بالمساجد قفك قلبي يسمز يساوي حرين يأديك على قدين هل كأهل كم يزامي كتا وهل بيك صحراء وحكود دمين كرتين وهذا كان كرتين إيمان كاو إنت وقضيها خاص مركة الله بحق إنت وقالت سيسانيا كور مركة الآلة إنت وفيت سيسانيا مركة بل ردي سيبال عيسى الآلة هذا اسم إيزامي كار وقان كار مال نصار كار دب هذا الصحابي الجليل في النبي يوم بك قدكت النبي كان أتفضي النبي كان الله سعودة النبي يعني هل كسيك قدكت وحين موجينة سارونتي قفل قلب يسا وساعة النبي قوب برسمي إنه أهل الجنة يارونتي والمقاطعة صاعي تاي هدانا نبي صلى الله عليه وسلم قرانتين هوراك مصين إذن بهاش اسم الصينين وعين كم بتوحي عبها اللي قوي قاندتك أهل خير كسلف هذه الأمة عمل أي لي مادان كبك السلم الجيد أركض بعي ليهم عددت خسالة الخير كلها خير قنبا تريد كلها كده بنا سدي ديبان وبربر لي وحاق يصور بحر إينا وحباء عين يعني مركو هذا قال ليه نيك هذا كان لك السؤولي وحو أهانين حك مجر إلا وتاقنا جهاد مجر إلا سهد بوسيتي قرآن مجر إلا بوشو كأقلي خير مجر إلا وكل حدير ومع ذلك وحو ما حساب صال بل حديد لقاء كود مكة إلهي وقدر يوع عرفتها بانك عرفه إلي من نفسه دي تهم الدين ويجيه جريا الله
waxaan ka baqaynaa jamaca meesha isugu yimid oo khalaaqdan halkan gaarsiisan cadaadan tirada badan in aniga dartay wax loo siin waayo. Yani halka aniga markaan ragac tukado ama afar qoran aan sadaqayso macna weyn ayay samaynayso. Laga yaabaa intiin inaan sheegsheego nirahdo kaas baan sameeyey, halkaasaan tukado, halkaasaan cumradaasaan gutay, wax weyn inaan ka dhigto oo taytalla oo xaaji hebel iyo ama waxyaabada raacsiistaa laga yaaba. Halka dadka hore aan waxba aan waayo. Waxaan ka wadaa marka hada saxaabi jacaylka nebiga uu jeclaa oo runtii qofka u fermaarayn inuu ahlujanna yaanu kuma kadsoobin. Nebiga sala allahu caleyhi wasalam madiin hore u soco waad adugu waaba tahay ahlujanna. Nacam, iyada nebigu laakiin wuxuu yidhi waa loo shaqaystaa acin calaa nafsika bikatarti ish asubi. Halkaa marka waxaa laga qaatay waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado, ilaahay markaa rabti inaad u dhawaatid, iyo nebiga sala allahu caleyhi wasalam murafaqadiisa waxaa kaa xigta in sujuud tirada badan. Sujuudna keligeed meel maaha fal mutaxan oo keligii lala yimaada maaha, waxay qayb ka tahay sujuuddu, salaada qayb ka tahay. Walaakin nebi watan uli sal lay sl aqrab ma yakunu lcabdu min rabbi huwa saajid. Intuu addoonka ilaahay ku dhow yahay waa marka uu faalku dhulka u kuhayo. Maxaa waqtigaas ducadadan waa la aqbalaya, ilaahayna waad u dhowdahay dardaarankaasuu nebiga sal lay wasalam siiyey. Waxaa kaloo saxaabiga kan mulaasamada uu nebiga sal lay wasalam lugta lugta u saaray, waxaa kaloo aan ka faa'idnay inuu naga soo warramo axwaashiisa gaarka markii habeenka la joogina dhagtu abaabka halkaa saaranaya meesha iska jiifa nebigu dhagaysanaya inuu nebiga sal lay wasalam habeenkii oo dhan waqti badan u kelin jir yaa ayuha almuzammil qum illayla ilaa qaliila nisfahu aw yanqus minhu qaliila aw zid calayhi waratil qur'aana tartiila ina sanulqi calayka qawlan thaqiila marna ilaahu ina rabbaka yaclamu annaka taquum adna min thuluthi illayli wanisfa wathuluha wataifatu min alladhina maaka wallahu yuqadiru alleyla wannahaar marna ilaahi subxaanahu watacaala wamin alleyli fatahajjad bihi naafilatan laka casa an yabcataka rabbuka maqaama maxmuuda. Waxaasoo dhan taswiirkeeda ina siiyey nebigu. Waxaa dhihi jirin qaarkii sida aan nagu soo maray fi kitaabi tibyaan qur-aanka markaan wadnay, waxaana soo maray nebiga sal lay wasalam markuu soo gaaray aayadaha ugu dambeeya ee suurat almaa'ida, oo markii maaragtay uu nebigu ilaahay ciisa cabaanaya uu leeyahay rabbow aduu gadaashaa anuu dadka shirki kuma yeelin, adaaba iga ogaaba, kunta calayhim shahiida maa dumtu fiihim falamaa tawafaytanii kunta anta raqiiba calayhim anta calaa kulli shayin shahiid. Halkaaba marka in tucadibhum fainahum cibaadu wain taqfir lahum fainaka anta alcasiizu alxakiim. Nebiga aayaddan markuu gaaray saas ugu soo celcelin habeenka o dhan, in taqfir lahum in tucadibhum fainahum cibaadu wain taqfir lahum, yani hal aayadba nebiga sal lay slam ugu soo celcelin. Waxaa dhici jirtay da'bu mar salaatuleyl markuu tukanayo aayad naarka hadlaysa markuu dul yimaadana kaana yastaciidu billahi minha, ilaahay buu ka magangeli jiray. Markuu aayad raxmad ka hadlaysa uu ku yimaadana uu weydiisan jiray allahuma nasaluka min raxmatika wa nabiga sal slam bii. Macna habeenka marka la tukanayo macnaheedna qur-aanka inta rog laga siiya maaha, laba jus baan ka saaray iyo taraawiidi waxaan ku tukanay laba jus iyo tahajudi afar baa lagu tukanay. Waxaa ka macno badan ama ka runtii muhiimsan in aayaduhu ha yaraadaane, laakiin qofka aqrinayana uu dhadhansanayo kan lagu dul aqrinaya mustamicii musalligiina ma'muumkiina uu dhadhansanayo macaanideen labada dhuxa muhiim ilan qur-aanka waxaa laga soo dejiyey yahdii lilatii hiya aqwam, in markaa macaaniisa la fahmo liyadabbaru liyatadakkaru qur-aanka waa tan intaa la soo celelina. Hada saxaabiil jaliil waa kan maalinkaas uu leeyahay. Waxaan rajaynaya in ilaahi subxaanah watacaala uu siiyo marxaladaasoo marxaladii hore oo noloshiisa. Waxaa kaloo haddana ku darsataa qofka muuminka waxaa loo baahan yahay inuu mar walba uu miisaamo qur-aankana uu ina baray si wax loo miisaamo. Daas waa qur-aanka waxaa ku jira walaa daaru laakhirati khayr adduunya aakhira, marka laba kafadoodla saaro waxaa arjaxsan ay tahay qofki inuu arjixiyo ama inuu door bido uu gacanta midi ku qabsado alaakhir aakhira number one laga dhiga iyadaa mudnaanta leh. Halkan adduunyu wuxuu jeclaa sida nidhan yar u ahaa, weli ma guursan, xoolo ma haysto, masjidku meel ka dhacaa, xaaladiisu waa xaalad ilaahi subxanah watacala ilaahi ogyahay. Iyadoo saa ay tahay xaaladiisa wuxuu yidhi waxaa igala weynaada buu yidhi inaan weydiisto aakharada. Nebiga sal lay slam haduu dhihi xaalada rasuul labada isugu kay dar xataa laisugu dari lahaa, hadduu adduunyada weydiisin la wala siin lahaa, laakiin aakharada wax lagu badashay inaysan jirin ayaa halka ka qaadanaysa. Taana waxaan ka fahmaynaa haddana ducooyinka talada badan aan ducaysan, waxaa laga ducooyinkan haddii la miisaamo in boqolkiiba sagaashan ay tahay adduunyada ilaahay weydiisana, boqolkiiba toban duca ahi la xifdisan yahay, allahuma salli ala jannati wa man qaraba ilayhi 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 wa man qa
waxaad ciddisan tahay macna weyn kuma samaynaya, iyadoo duca nabiga ay tahay. Haddana waa inaad la socotaa halka marka afarta shay oo adduunyada markaad weydiisanaysa mid walba la socotaa sooma ila waa arrinkaasaan u baahnay kanaan u baahan halkaan bay ka yani qofku ula socdaa si markaad ula socotid yani luqaad fahmi kartan horta ku ducayso ko adciyada mathuurada ahna isku day inaad macaanideeda la socotid. Ibn Mas'ud kaloo noloshiisa wakaana min caadati rasuuli illahi sal allahu alayhi wasalam uu noo sheegay wuxuu yidhi haddana waa kanaa ثم إنه لم يمد على ذلك وقت طويل حتى ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم مدّة كمسه وليقين رسولك إيه ربيع وقال ألا تتزوج يا ربيع ربيع ميانا قول سنين فقلت سمحني ما أحب أن يشغلني شيء عن خدمتك يا رسول الله رسول الله أني خدمة هذه خادمني ماذا هذا وحيقا مشغول يا مرة أنك ما تقن هول كلي قليني سالي بحر كلي يرى مشقاء ila mashruuc caalami ah oo u baahan in laga shaqeeyo marka intii aan kaaga mashquul yani waxaa ku mashquuli lahaa baad iga daysa rasuulallah thumma innahu laysa cindii maa amhuru bihi zawja waxaa kaloo igu dartaa bi rasuulallah meher aan gabadhiisiiyana ma waxyaba walaa maa uqiimu xayaataha bihi waxaa nolosheeda ku dabarana mahay fasakat nabiga marka uu aamusta marka wuxuu sheegtay kow in horta uu caaiq ku iman kara uu noqon karo guurka uu nabiga khidmadiisa ka mashquulin laba wuxuu sheegtay inuu faranbaran yahay oo meherkii aanu heli kari saddex haddana haddii meherkii xitaa la dabaro masaariif iyo marasha la isaga baahan yaho wuxuu ku dabari lahaa marka mahayo nabiga marka markaa saan yiri buu yidhi uma ra'anii thaaniyatan markaa uu iga tegay nabiga sala maalinkaas haddana maalin kalaan isla nabiga uu arkay markaasuu yidhi waqaale awalaa tatazawaj yaa rabiica alaa tatazawaj yaa rabiica rabiic miyaadan guursanin فأجبته بمثل ما قلت له في المرة السابقة أن جوابتي ملكي آسي ومن بعد ذنب بوسو مليون للرسول الله ويوم أشكو لنا لكم مهلكي ما هيسو مصاريفتي مهلكو لكني ما انخلوت إلى نفسي حتى ندمت على ما كان مني لكن ما كان لي كسو تقول كلمة قضية حوالا ما كتقوم مما يبقى لجوابتي اللي بقى أنساء أبود الدول سي وقلت مركان سوحا سيقول ويحك يا ربيعة ربيع وقل قلنا حريسه والله إن النبي لا أعلم منك بما يصلح لك في دينك ودنياك وأعرف منك بما عندك والربيع نبي إساء كاقر شعك وحا عليك كوصل بدا الدون الدين كاقر يا الدنيا ذا إساء أنا قران كارا قلنا كأبيا وحا تيساتي إنا فرمانان تاي وأبيا الشيب تاي إن آد ما أردت يحبا هذا الكفر النبي وأبيا وما رمبانين جوابتاً دائر النبي نسيسي والله لئن دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه المره الى الزواج لاجبت مركز سوغان قاتل في هذا مركز النبي صلى الله عليه وسلم يغو يورو يسو بانديغو ويرادا غورسو جواب في عمرك كان بحنا بغير هذا عندي دونا مركز كان كبل يعني ما لا لا بين دونا بيرو فرص بان استا في بي هل غير مركز ربيع مركز مدحسي وجانس جا ولي مرو النبي مركز بالكل من دونت. ثم لم يمت على ذلك طويل وقت حتى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تتزوج يا ربيعة هذا المدو كما سو ريغلو النبي كان اسرع صار النبي مكة سير ربيعه يا ذا نقول سنه مكة مكة جالس في هذا المكة فقل بلى يا رسول الله ديار بان هي رسول الله ولكن من يزوجني يا سي يقولني وانت كما تعلم وانا كما تعلم ولوقت حالكي حالكي ولوقت يعني حالكي ولوقت حال ناشا كجله مهدي ما هيستو مصاريف ما هيدي كرو يا إيجورني فقال صلى الله عليه وسلم النبي قال الله عنده فيل انطلق إلى آل فلان ريركا وتكبير ربيت الموضوع وقول لهم حتى قلت لهذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني فتاتكم فلان رسولك وحيد صافري إلى إيجورسان معرفة إن أنت إذن قد أشاه أقول لك جبت أنت جالسي وفرين كوحة يعني سد حرمت عجائبتي إلى هند النبي صلى الله عليه وسلم أمر كساء بحيل إنك كان أسوب فرين سلاء وفرين تمش أنت الله تعالى هذا نور ما يقدر بقى الله بعد هي رأيك هي أو مركع مقلان فرحب بويا أنا سكا أنا مسألة أنا أوقع بلين فأتيتهم على استحياء أنا حشانة يمين بلين وقلت لهم ما كان صاحني
فالذي بعد إن رسول الله أرسلني إليكم لتزوجوني فتاتكم فلان رسول كاي سعود دري كي سعود دري سعد إيو مهرسان إيو بوريسان إن أنت نضشان هبلا وفلان كيلو ماها ميدو الإسية ماها ومد للدون الله كيري معني ما هبلا مجعو ستا فقالوا فلانة ما هبلا قلت نعم فقلت ها وهبلا فقالوا مرحبا برسول الله ومرحبا برسول رسول الله رسولك الله سر دوار رسولك على الرسول كيسن عند وصول هذه جي مسنجر كا فرنين سيدها سوى دوار هذه رسولك الله مركز عبر رعيان والله لا يرجع رسول رسول الله إلا بحاجته وعن داركم مر النبي رسولك قفك ونوصل در أديها إنه سنجتك دون إلا إسدو دنتيسي كارن بيا وعقدوا لي عليها جوادي نشالك سالكم هريبين قضيال صعلا أو كانت السنة أو عمامة السيدة يعني إني صادر السنة ما لنت الإسبال لبيه هل كالبو قوانا هو شامل رسول كمية صادرها يبلا وعطا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي عمي بن رحمه وقلت عن يا رسول الله لقد جئت من عند خير بيتي رسول الله قولي كان أبوان يسمى كمين قولي صدقوني كو قرطوي رمايان بين بدوش يسان على اسكو تايو على سؤال اللي تايو ما يمديه ورحبوا بي ويسود ويون امام بالمارين وعقدوا لي على ابنتهم ان انتو دين وي مهريين مركز شهر فمن اين اتيهم بالمهر نبي هذا القصر الله مهر بعض اسكرا ورسول الله كان كان يبير مهركي لو المهر بيو بعنته فاستدعى الرسول صلى الله عليه بريده بن حصين نبي عويره بريده وكان سيدا من سادات قومي وعنها قضي قضي ذهرك يا حبيبي ربك كسر جدا بني اسلم بعده جلد وقال لهم مركز يا بريده نبي الله عليه اجمعوا لربيعه وزن نواه ذهبا نك ربيعه وحاد سوق قيسان ورسان قاران يرى ان يرى معرفه ذهبا سيو مركا مهر وغلت فجمعها لي مركا سيو يسهر فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم رسولك بكرين اذهب بهذا إليهم يقولتك وقل لهم محمد كتر هذا صداق ابنتكم إن أنت أجيب مهرسين مهركين واكب فأتيتهم ونمت ودفعته إليهم ونديم فقبلوه ورضوه ويقبلني ورد يكون نقدم وقالوا حين كثير طيب وحال يضبط هذا نورتي ونكسن فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت حنني ما رأيت قوما قط أكرامين ضد إيه كدير سسان رسول الله ما لك فلقد رضوا ما أعطيتهم انت أنسي برهاتك النغم على قلتي وحيربا إلى هيا نواد ده محل الشيء جمع فرقش يومك أسيسنا وقالوا كثير طيب يوم الجنية ضد نوع ما كرماء إليهم بيوحي لهم وهم وحاجة وتربضا فمن أين لي ما أولم به يا رسول الله هذا وزبطي ولا سيفا يا رسول الله فاتقاد في يحلعون الهان الكيكة كين يا بير إلا نرسي ولا غير بحاني فقال الرسول لبريدة رسول صلى الله عليه وسلم بريدة ومركة لوية وفير اجمعوا لربيعة ثمن كبش وعناف كسو إبسد العكت أوري بير فابتاعوا لي كبشا عظيما سمينا كدي منون شلسة وآدي دوين باي إيسو قدام بير هل كاسان مركة أيان مركي ولي ملكة بير فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بريدة مركة اذهب إلى عائشة عائشة تكبير وقل لها أن تدفع لك ما عندها من الشعير وحد كنت لها هذا سرينك كل يكوية لو أنت أنا كان إلا أن وحال الرواب وقتها وحي إلا يسكعون هذا الرواب صنع قوصار كيف ألوك بحي صنع فأتيتها مركزة عائشة قلت لها مركزة عن كل فقل فقالت بيتي إليك المكتل ففيه سبع عاصع قال بيتي دنبيش معها كنت لا تدرسوا سبع في سبع عاصع شعير تدرسوا سرين بعكود اشتبيتي لا والله ما عندنا طعام غير واحد كلا سمعين انت القاض فانطلقت بالكبش والشعير الى اهل زوجتي انا والنساء هو قامنا يبي دنبيشي يا ليلى تدور سوس سرين كي كنت تنسى اسيل وراكي قبل اسيه من مرتك فقالوا مكاسبي الاهل اما الشعير فنحن نعده
سرنك انك نوك انك خرين انكاس واما الكبش وانك صوما فمر اصحابك ان يعدوا لك اديك صوم الفرن كصلي بر يا الله سو هذا ضدك هاي هنوس كريم بيتي معركتا اي اي جور عام هم قار في قيمه كده من هالمواقف يعني انا كان قيد سنه هو 50 50 فاخذت الكبش انا وناس من اسلم اني راي اسلم تاسوك حينبي نافكي فذبحناه وان جور عني وسلخناه وان هرق سيبنا مقار في قمه وطبخناه ونكرمنا فاصبح عندنا خبز ولحم وكان مركب عن هالنبي خبز الدياره ايوه هيلي بكي لقعون الله فاولمت ودعوت رسول الله هل كاستن وليمة يزبك دي ويري رسول كان وان ويري انك قيقاته فاجاب دعوتي ازنو ويري لبي انك سو قيبله طبعا هل كان وحي مودين يسا نبي صلى الله عليه وسلم اهتمام ويسين جلي دبك دعيات تأسو ويوراي يعني كان حالة ديسة حشاط لكو جلي انو سكو ديران ويرسول الله حاسو حسن بحانا آخر اللي بيهر مريء الدنيا دي والربان إلا الصعاني سيدا صوتونات وأن هالك نصوص تأكوس أراتي قف كم مضنان تسي آخر الدنيا دي لأيمانيس وأن اللي كيمركو يلي ور انت إلى حصولك ويديسان لهي شيء نتير يلا الدنيا الدنيا اللي انت اللي هو قرأي إيو انت اللي قرسين كون قرأي سيئو انت قرام كاقا وكو قرانتا مانا صوت داحي بطونا كذي إلهي وحد ويديسان تاوح وحا كم يمسان تيبو هالمر فهذا لقد قادنا إذا مرتمع على سيئة طيبين وهاي يقول كسيدة لوفو دنجل أو كلما قول كلا أتكاي كلما فساد كوبات أرك يعني وفرين يرى رسول كوهيري إبلاه لو المهدي مركي إبلاه لكو دمان ويوجي إنك إنه جاد مريها ويوجي إنه ما أردت قاراني وحروسي مركا وقول كوكوة دي ومع ذلك وحال لو المهدي قبر وقت يعني أنه لدى سحابية واني سحابية إذا سبحانه وتعالى تؤسو بركي وحكو الله تعالى قادنا إذا دورك ضدك طلق اه لو جاب معي يعني معنا مشاريع ان الله سبحانه وتعالى ضدك قبائل وغنيه او شعوب وغنيه او امراء وغنيه كلمه ضدك انه معناه ما اللي اسكو سو دوله ما او قلو قلو كلمه مركي دغالك كلي الا كما وعلى الله تعالى قال مركي دبات اللي جبتو مركو غرمت كلو باهايا ان رابو بابا اي تيس اغاسم اس ابا بولانو زكوات ضدك لو حيسيت لا اوريكو فقراء هرك لسي oo ay taantii iskuulo loo dhiso oo ceelo loo qodo oo nimo mantaqada uu ka soo jeeday inuu inta nuurin karo oo nuuriyo kooda shabka aan gurkaysan in loo guuriyo mashaariicda takaafuliga waa tan sababta ilaahay subxaana wa tacaala uu yiri nimo walba shucuub oo qabay baa looga dhigay macnaheeda maaha kullama qabiilka u bato kullama inaad ka fikirto dagaal innaga wax walbaba manka negativitiga ayaan la adeegsanin waxaa in loo adeegsado khayrka waxaa ka hadda laga qaadanay arooskiisa waxba lagu daraa سواح لسيسية ولذلك مجتمعات في ربنا ده بعد كده آدي يبنوا الجافي عن وحتى مسلمين إنه الوضع كان حتى نلاد جد يعني معنى قف مرك وجورسنا قف كست جور كإيمانة بس قد يروح السيدا ما كي وير طلاب وقل أكرام بالسيدا حكوا دريها نيك جورسنا يا لسيا هل كأننا إسقى أن فرنو ومرك وجورسنا كذي وها صح صن عكسي إنه فكر عكسي وامحد إن إسقى حلا قدرة سيدا صح ذا وسيدا هذا مرت هذا السحابي الدليل إلى سبحانه وتعالى يقول كواتب وفجي وأنا صنع قفك مرت ومها سنة ينوحون مع ارتدتك وكغفر حيو أول ولو بشاكل وتون نبقى سحابي وكله ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحني أرضا إلى جانب أرض لأبي بكر فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا نوحي يسيب بير رول بها دان إيبو الضعي رول لدرس آن روكي أبو بكر فدخلت علي الدنيا هلك ما مرك قوم من الدنيا يسوق الشبيه جاب هدي الإسية الدنيا يسوق الشبيه حتى أني اختلفت مع أبي بكر على نخلته أنا أبو بكر بقى خلاف بس خلاف نبيه تمر بقى تمر بقى خاصة نبيه إلا الدنيا تمصم أنت كهرس أنت الدنيا مقنتها ضدك قلوب تصاص يسورة سنسة لكن مرك الدنيا تمر قلوب بكر دنسة غيرني كي يسدى أها شغل كي وشقة كلا أنا هاي إنا رسولك أم ما أنت ندوب تاجنا ندوب خدمي أو إسكت جاي مرة ما أنت مركي يقولي أني إيش إسوك هاي توصل نقول إيه تجينا اللي هو طربي أني أبو بكر ودخل أبو خير كبر ما بس قصة النبي فقلت هي في أرضي أنا وحنا كل ربي أنت أبو بكر كل يرد ما حنا ربي أبو بكر تمرت أنا دوقه سنت أنا أقول كي يقطع فقال بل هي في أرضي ما يعني إنك كي راح سنت واس قبل النبي فنازعته فأسمعني كلمة أكرهها ولمر من بيدي
كذبنا كلمات بيعاد قالوا لي بصدق إنه إذا فلما بدر منه الكلمة أبو بكر ما كي كلمات ده صاع وصاع ضعفتي كلمات في عن معهم بنعانتي شو يسوي تنمر لكن دولا ماشي نادم عليها أب أبو بكر غير قومي إن كلمات ده صاع ضعفته وقال يا ربيعة رد علي مثل حتى يكون قصاصا ربيعة كلمة دي أنكو إلي من لم يقول جواب سي قصاص يقول نقطة وعلى يوم القيامة إن إلهي هرت ترى يدعي بحيث أنا الجن يقول جواب فقلت والله لا أفعل ما كان كديني والله أنا كل جوابي فقال إذا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دي دبل رسول كان مكتوب تكية هو بكر باله وأشكو إليه امتناعك عن القصاص عن الاقتصاص مني وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنا وشيء دونا وغير عرام دونا إلى الديدة دينا غير قصاصات وانطلق إلى النبي فمضيت في أثره النبي قال أيها آذي أنه كذبك عبي هل كان مدي حاني كل حوالي شيء دون كذبتك مركي لا أكيب يلي إن أن أو بكر دبتها كان رات كيس كده بجرو فتابعني قومي بنو سلا أصلا غير كيجي بأشار على تركي وقالوا وحكوا لي بضنا مركة طبعا تركي سيسي واسكت ما واسكت قام جوانب تيس هو الذي بدأ بك فتشفتمك بينا هو الذي بدأ بك فشتمك ورسالة هو بالله وكعاي ثم يسبقك إلى رسول الله فيشكرك مركة صدر رسولك كاجا هر مرة يمي يلقو وكدعوينيا طالك وحب الله من إني معركة الورب معركة فرح فالتفت إليهم وقلت أنت أصاب من الإسلام عن كل يبين ويحكم أتدرون من هذا هلاك جيني هرت مكارانا يسعني كان أني قال أهل الإسلام اللي ذيهن انتوك عايب ورسولك على هر مرة هرت مكارانا كرتانيك هذا الصديق نيكا ونيكا وغوه والرمبضاني يا أبو بكر وذو شيبة المسلمين وأنيكا مسلمين تذو شيبها كل رئيس الإسلام كبير نكال الذين معركتكار ارجعوا لاط قبل أن يلتفت فيراكم إن توصل إن صام إن أركم إليك ويدردري فيظن أنكم إنما جئتم لتعينونني عليه فيرضى ومركا مركو إذن أركنا أمودو إن أني إيه من إسلام وأدربتان إن أني مدرب إستاكتان إذن مركا هل كان كعروض إن تاني على يسوء إمام ورقه هرب فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبدأ بالنبي تعالى عن عبان تهدي أبو بكر وعراضة وإذن كنت ذكاء عراضة نبي قوي ماذا رسولك مارك الله شيء رسولك من عراضة فيبدأ بالنبي وذي غضب حين النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر لغم بكدر أكتسى لغم بكدر فيبدأ الله لغضبهما كدمنا مركي انت أبو بكر حناق ورسولك وهدنا حناق وإلهينا وحناق سلم إنك ذنهك كوها لك سنبه فيها لك ربيع ربيعنا وهكس فرجعوا ربيعين تسنى لك سنة ورقة لابت يودي قبل لابت ثم أتى أبو بكر النبي أبو بكر وحصوص عظم نبي قويد صلى الله عليه وسلم وحدثه الحديث كما كان سني وحول عام بقور رمي أي هبل وأسقف صني أنا أسكال أنا أسكال أنا كلمة أغيب بانيري وحان كل كلمة أنه يجي جواب قصاصا نقطة اسمه بقديلة أنت أبو بكر أبو بكر وتحال فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وقال نبي قصار ومرك يسوع التيمي وركز يقول يا ربيعة ما لك ولا صديق أبي أبو بكر حاسك ولا ستان ما عندك الحي فقلت يا رسول الله ما كان رسول الله أراد مني أن أقول له كما قال لي وقربي هذا الكوير هذا الله يعني إن بيقول جوابه فلما فعلنا وندير مصلى فقال صلى الله عليه وسلم نعم لا تقول له كما قال لك وصح أكو أراد أنه جوابه هذا الكوير وكل حديثنا ولكن قل غفر الله لأبي بكر وحد يقول جوابته أبو بكر ذنب يسأل الله الآخر فقلت له مكة سبحانه غفر الله لك يا أبو بكر إلهي ذنب يقول الحضار فمضى وعيناه تغيضان من الدم أبو بكر هل كان شكا قدوم يوزل ليس يعيض ليس يندوض المينيان وهو يقول استغل جزاك الله عني خير يا ربيعة ابن كعب يا ربيعة ابن كعب ربيع إلهي خير أبو أبال مريو جزاك الله عني خيرا يا ربيعة ابن كعب إلهي مكة خيره هو بأبا مريء سوالده وحن نشأل مكة كبسوط كان لراد رلتي براب الدين مضان الدنيا مكة اكتماله وهلك خلاف إيمانه ولذلك التاريخ قرآن كإيمانك لم يصدق غزوات المسلمين أي دولين حبيبة جب إيمانه وحال الله عليها الدنيا ماشي اكتمالي أما قلت لك الدنيا مصغر مراحيش كالدولين التاريخ سائل سوء بنيسي
hadba intay khilaafad tagto mid kale ay timaado oo dowla ay tagto dowlad kale ay timaado intii taariikhda ay soo jirtay marka loo guurgalo dhacdooyinka imtixaanaha sooyaalka ah waxaa kaaga soo baxay waxa laysku haystay inay un adduunye un ahayd kursi baa laysku qabsanayay manaasib baa laysku haystay intaan waxu burburiyay ummadanna nabiga sal allah alayi wasalam wuxuu tilmaamay inay weel noqoto ummad madax laga kawiyo oo waxba aanay soo kordhin oo cadowgooda marwalba agtiisa u jilicsan ummad nugeyb oo ku jira inay noqoto inay ugu wacnaan doonto xubdu dunya adduunye oo la jeclaado baashaasu meeshay soo gasho waa icdki oo kale wax kasoo bedelaysa yacni in yar boqolkiiba hal hadday kusoo gasho diinkaaga maalisba ku jira waxay ruqsanaysaa inta ugu yar boqolkiiba toban labaatan diinka ruqsanaysa walow afar kumi isku toosan maanta marka kusoo gasho sunnooyinkii iyo iwardigii iyo ee salaadihii jamaacado dhan baad waayaysa markay ugu yar tahay halkan marka wuxuu yidhi adduunya ay soo gashan buy kelmaddaa keliya dakhalat calaya dunya iyada ugu filan inay diagnise ku samayso ama ay tashkhiisiso cudurku intuu la egyahay tiibu marka tilma waxaa kaloo ka qaadanaysa haddana dadka dadka isugu dhow ilkay carabaa isugu dhowa inay noocan waa isku dhici karaan oo dadku saxaabata rasuulilah sal alla alay slam macsuumiin maaha mujtamac macsuumana ma jiro qof walbaba waa qof bini aadamna dembi baa ka dhaca laakiin dembiga sidaa ay markii u daweynayan arag abubakar markii wuu gartay ilaa qof bini aadam kelmad baa markiiba ka tagtay wuu gartay siduu walaalkiis u raali gelinlahaa labada tartanka ay ku jiraan nebiga loo kale ordi wax kale maaha nin leh iga gudso iga aarsay ikaama aarsanay intaaw waxa kaloo meeshana la baray badanaa qofka markuu kelmad iyo wuxuun fal aad iyo dufoo xun ama si xun markuu kula dhaqmo halkii aad u jawaabi lahayd inaad dhahda ghafara allahu lak ilahay dembiga ka dhaafay ama ghafara allahu lahu iyadana waxay ka mid tahay waxyaabaha lagu dawooyo waxaa kaloo meesha laga qaadanaya dadka badanaa tolkan iyo tolalkan laga soo jeedo iyo qabaa'ilka kan iyo wuxoo dhanba dadku isku midna waxaa laga nimanba waxaa laga yaabaa inuu brogram un ku saaro un oo highway uu ku saaro adaa lagaga baha diinkaaga saad u ilaashan lahayd dinka wuxuu wareega hara laakiin hadduu dhihi lahaa soo baxa oo meesha uu tegi lahaa abubakar uu arki lahaa dhanka uu ka cabiray rabiica waa dhanka diiniga wuxuu yidhi hadduu abubakar idin arko uu caroonaya markuu caroona rasuulka la caroonaya rasuulka iyo abubakar markii caroona ilahay baa caroona kadibna ninkii rabiica u dhaaftay dhankaasuu ka eg laakiin waxaa dhici karta xitaa meeshii in isagaba abubakarba dad buu kasoo jeedaa quraysh buu kasoo jeeda ninkan dad buu kasoo jeeda nabiga agtiisa sal allahu alayi wasalam inuu tanaasucu ka dhaco oo fashal u yimaado oo dhib u yimaado qabaa'ilku marka halkii ay ahaan jireen berigii hore id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum baasha dib dambe isugu shareerto waa dhici karta laakiin adaa lagaga maha fitnada inay meesha markiiba ay ku danto oo aadan sii wadin wey taana waxay ka mid tahay darsi runtii una bare rabiica waxaan leenahay radia allahu canhu ardaa wa radia allahu can saxaaba ajmaciin wliwalahuna bilxisaab.